بكرة بدك تخلف وتقول لهم ليكو جنرال، هذا فخر الدين الثاني. بابا كان يجيبنا على القصر نحن وبعمره، ولا احنا عم نجيبه، ان شاء الله بكره بيجيب اولاده كمان. نحن بدنا نبني دولة، مانا ضد حدا، نحن مع الدولة، مؤسسات، حدا يحط بروجرام مثل البروجرام تبعنا ونشوف شو فيه أحلى منا بناخذ الأحلى، بس ما حدا بيطلع بيسبونا وبيعايرونا، طن فيك. عم تبكي اليوم يا عم، ليش؟ ليش دمعتك رح تنزل؟ هيدا زلمة ما بينعاد، ما بينعاد بالتاريخ. ليش هالقد مقصر؟ آه؟ ليش هالقد مقصر؟ لأني بنحبه وعم بيشتغل للبنان وعم بيشتغل لهاو اللي جايين، نحن مرق علينا.